بسام يعطيك العافيه. ما الجديد ميدانيا وانت تقف يعني في ساحه النور ايضا؟ يعني بداية لابد من الحديث يزبك عن التطورات العسكرية الجديدة التي تحدث في طرابلس ولا سيما في منطقتي باب التباني وجبل محسن. منذ قليل أفادتنا بعض المعلومات بأن قذيفتي هاون سقطتا في منطقة باب التباني، وهذه هي المرة الأولى التي يستخدم فيها سلاح الهاون في الاشتباكات التي تدور في هاتين المنطقتين. الاشتباكات تعنف وتخف أحيانا وتستخدم فيها في شكل خاص الأسلحة الرشاشة والقذائف الصاروخية. كما أفادتنا بعض المعلومات أن هناك يعني عناصر مسلحة انتشرت في منطقة أبي سمرة ولا سيما في الطريق الذي يربط بين زغرتا وطرابلس. هذه المعلومات يعني أفادتنا بها بعض المصادر الأمنية. أود الإشارة أيضا إلى أن هناك معلومات تتحدث عن أن تصعيدا عسكريا يمكن أن يحصل هذه الليلة، باعتبار أن هناك يعني تحضيرات من قبل الجانبين، وأيضا باعتبار أن الجيش اللبناني لم يتحرك حتى الساعة باتجاه هذه المناطق. هذه المناطق التي يطالب أهلها ولا سيما في منطقة التباني وجبل محسن يطالبون الجيش بالتدخل. أود الإشارة أيضا إلى أن عدد القتلى في هذه الاشتباكات قد بلغ 8، 5 في منطقة التباني و3 في منطقة جبل محسن. أما عدد الجرحى فقد تجاوز 70، هناك من يقول بأنه بلغ نحو 76 جريحا. بالنسبة للاعتصام الذي يجري في ساحة النور في هذه الأثناء، يعني يؤدي الذين يعتصمون هنا صلاة المغرب، وقد وصل منذ قليل الشيخ أحمد الأسير آتيا من صيدا وقد لقي ترحيبا كبيرا لدى وصوله إلى هذه الساحة. المعتصمون يعني يصرون على البقاء في هذه الساحة حتى إطلاق شادي المولوي، وهم يعني يترقبون التطورات التي ستحصل إن كان على صعيد قضية الشاب شادي مولوي وإن كان على صعيد التطورات العسكرية. يزبك قبل أن نختم هذه الرسالة لابد من أن نلقي نظرة على يعني عمليات الإسعاف التي قام بها الصليب الأحمر اللبناني إضافة إلى الجمعية الطبية الإسلامية هنا في طرابلس من نقل جرحى وقتلى الاشتباكات. ومعنا مباشرة رئيس منطقة طرابلس في هذه الجمعية باهر موسى. باهر، يعني من نهار السبت اليوم كم إصابة نقلته بين قتيل وجريح؟ نحن نقلنا حوالي 30 إصابة وأجلينا حوالي 10 عائلات كانوا محتجزين في منطقة التباني، وحوالي بالإضافة إلى الإصابات التي تمت معالجتها على الأرض بالأخص في التباني وبعض الإصابات في ساحة النور يوم السبت. بالنسبة لحركتكم، يعني هل عم بتكون حركة سيارات الإسعاف أنتوا والصليب الأحمر حركة سهلة أم عم تتعرضوا لبعض الأعمال العسكرية؟ اليوم بالأخص تعرضنا لإطلاق رصاص وأصابت رصاصة سيارة الجهاز الإسعاف في منطقة التباني. عم لاقي صعوبات خاصة لأنه يمكن الوضع الحرج في منطقة التباني، نعم. هناك مناطق حرجة بالأخص خاصة مناطق القنص اللي تعرض لها المواطنين. شكرا لباهر موسى. يزبك، يعني هذه آخر التطورات التي سجلت في طرابلس حتى الساعة، عودة إليكم. شكرا للزميل بسام أبو زيد، حدثنا من ساحة النور في طرابلس.